السلام عليكم واهلا بكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله المنيو تاعي لوبيا، بصح نديرها لكم على طريقتي. تجي جواز يعني تغمس، تجي بنينه، راح ندخل فيها شويه خضروات. واش راح نسحق؟ انا عندي هنا شويه تاع لوبيا، راهي ليك في ماكوكوت، حطيتها تغلي، يعني غسلتها شللتها، بيتها في الماء قبل غسلتها شللتها وحطيتها تغلي بلا والو. دوك هنا عندي كميه صغيره تاع فيونداشي، ماشي بزاف. واش راح ندير لها؟ راح ندير هنايا عندي حبه زروديه مسكرفجه، حبه قرعه مسكرفجه، وشويه معدنوس. هاهم ليك، نحطها مع الفيونداشي هكذا. عندي تانيك لي زيبيس، شوفوا هنا تانيك عندي شويه توم، عندي واحد ثلاثة سنات كبار تاع توم درستهم بفلفل درس، واللي ما يحبش الحار ولادو ما ياكلوش الحار سي با لا فان. هاهي ليك، راح ندير شويه برك والباقي نخليه لاصوص، وندير لها تانيك شويه بصل. هاهو ليك، ماشي حاجه بصل هكذا. على بالكم الدراري يحبوا الفيونداشي الوغ اون بروفيت، وندخلوا فيه الخضروات باش يقدروا ياكلوه. واش نسحقوا؟ لي زيبيس، نسحق فلفل الكحل هكذا، ونسحق شويه عكري. هاهو ليك هكذا فوالا. نسحق غير في لافارس الكمون برك، انا هنا في الفيونداشي برك راح ندير الكمون باش يجي الفيونداشي ديالي بنين. فوالا هكذا، ما نساوش طبعا الملح هكذا، فوالا. ونزيد حبه ولاد الدجاج، وهنايا نخلط كلش كيف كيف، وندير هذه بولات، يعني هذه اضافه برك، نقدروا نديروا بيان سور لوبيا جواز ما نديرولهاش يعني هذا الشيء، بصح يعني هنا باش نشجعوا ولادنا ياكلوا يعني الخضروات، ويزم نتحايلوا يا اخي قلت لكم شويه حيله شويه هكذا. نخلطها بطبع. انا واش ندير كي خلطتها هكذايا؟ نخليها تنشف، على بالكم بلي كي نخلو لافارس تقعد تنشف تشد روحها باش نقدروا نديروها دي بولات. ومن بعد واش نديروا دركا؟ هذه من بعدها نطريق باون، سمحوا لي نزيد شويه زيت هكذا باش تجيني طريه، على بالكم الزيت كي نديروه البيونداشي تجي طري. من بعدها نطريق، وهنايا في طنجره واش نديروا؟ اون بريبار اون صوص بالبصل العادي. اللوبيا تاعنا راهي طيب بجيه، وحنا اون بريبار لا صوص تاعنا لي نسحق فيها بصل. شوفوا هنا عندي بصله كبيره، نحيت منها شويه برك مقبي. عندي هذاك الثوم، شوفوا واش قاعد منه، ثوم فلفل دريس. عندي حبيبه طوماطيش كبيره مع شويه مصبره، لي زيبيس كيسكي، فلفل كحل وفلفل عكري، ونسحقوا زيت الكمون. سي بون خلاص، درتو غير في الفيونداشي. نروحوا دوك نطيبوا لاصوص تاعنا كيف كيف. هنا شعلت الطنجره تاعي بيان سور، واش ندير؟ نبدا اول حاجه الزيت. الزيت ندير يعني دو بريفيرونس هاد الجواز نديرو يعني دو بون كويير. ها هي ليك، بسم الله، وحده زوج هكا تاع الزيت، زيت شويه برك كومسا فوالا. واش ندير فيهم؟ البصل تاعي قلت لكم درت حبه كبيره وقطعتها يعني رحيتها ماشي رقيق رقيق. هادو الاكلات تاعنا اليوميه. هاد الوقت ينفع غير الشربات والجوازات التغماس هكذا. واش نزيد؟ نزيد هذاك الثوم مع فلفل دريس. ودايما كي ندرسو نحطو شويه ماء سخون في المهرس تاعنا باش نبروفيت يعني لا البقايا تاعتو هكذا. صح انا هنا قبل نخلي البصل ديالي يتقلى مع داك الثوم شويه مع البصل، ومن بعد باش نزيد له الطوماطيش. فوالا انا هنا البصل تاعي غير تبل شويه كيما راكم تشوفوا، ها هو ليك. نزيد له هذه الطوماطيش حبيبه وشويه تاع طوماطيش مصبره، ها هو ليك هكذا. نزيد للنار وندير طبعا الملح هكذا،
وكيف العكري فوالا ونخليهم يتقلاو مليح ويذوبوا مع هذاك البصل باش ومن بعد تيك نرمي هاوليك هنايا انا درت لي بول تاعي تاع بيونداشي فرميتهم درتهم شويه كبار يعني شوفوا البيونداشي تاعي يعني كميه صغيره كيفاش سكات يعني بالخضروات وكي طيب مع درنا لها الكمون والثوم تجي فريمون بنينه تجي كلي كو تاع المرقاس يحبوها الدراري يعني باش نرجع الطبق اونكور بلوس ريش ومن بعد هنا نحط لي بولات تاعي يطيبوا ومن بعد نرمي كلش مع اللوبيا ونغلق عليها راهي ليك هنا راهي ليك تغلي في ما كوكوت نخليها تتقلى ونعاود نولي هنايا كيما كنتو تشوفوا اللوبيا ديالي هي طابت شويه نص طيب يعني مازالها مخصوصه الوغ واش راح ندير هنايا ها هي ليك لاصوص تاعي هنا يتقلب هاهو ليك ندير هنا لاصوص تاعي فوالا بعدها نترك نخلطها هكذا نزيد نخليها طيب غير نشوفها نزومي لكم شويه فوالا كيما راكم تشوفوا نخليها غير تلبي شويه يعني خلاص يعني بدات تلبي بدات المريقه تولي ثقيله انا هنايا نطلق لي بول دو فيونداشي تاعي بيسك علاش اللوبيا يعني لو كان كانت طابت لو كان هذه يعني درتها مع لاصوص الوغ كي شفتها مازالها مخصوصه طياب كاسكو جو في درك هاتيك غير تبدا تلبي نرمي يعني لي بول دو فيونداشي مع الخضره ما يدوليش بزاف واحد ربع ساعه برك هكذاك ويطيبوا الوغ نخليها يعني تزيد تغلي شويه ونعاود نولي لكم هنايا شوفوا اللوبيا تاعي كيفاش لبات شوفوا شحال هي شابه ها هي ليك دوك هنايا نحط لي بول تاعي دو فيونداشي اللي قلت لكم درت لهم يعني درتهم كبار ما نقدرش نحطهم من الاول باش ما يتحرحروليش هكذا هكذا باش نستنى غير الفيونداشي تاعي يطيب ونطفي عليها هكذا نقص عليها ونخليها نغطي عليها ونخلي الفيونداشي تاعي يطيب هاوليك خواتاتي طبق تاعنا جا رائع جواز يعني تكل بالتغمس لا فيونداشي بالخضره يعني تجي يعني تطلق فيه بنا فريمون هايله يعني هذه الاطباق اليوميه تاعنا اللي دي فوا نحير واش نطيبوا المهم ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وقعد لي غير نقول لكم شهيدكم بالصحه ان شاء الله ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.